يوضع سره في أصغر خلقه واحد فجأة بقاله قريب قرفه في عيشته دايما خانقه عيل ويجنن شياطين كل يومين في مصيبة بسببه مش عارف بطلع له منين وظروفه حكمت على عيشة دي كانت الحياة ماشية مية مية لحد ما طلع له قرينه قلب الدراما وكوميديا شريف ونص شريف ونص شريف ونص شريف ونص ناس الحظ تملي كاستها مهما بيعملوا فقرين وفي ناس تانية الله يكسفها عايشين لكن مش عايشين ناس بتكسل وبتستسهل ومحسوبين عالبني والله يا ميدو يا حبيبي انا مش عارف اساعدك بايه اصلا لغايه دلوقتي مش مستوعب ازاي مشكله هبله زي دي تخليكوا تسيبوا بعض يعني ازاي تقول لك انها بتفتح الايمجز عندي ما لقيتش ليها ولا صوره على الموبايل يا سلام يا سلام يا اخوي طب ده انا ام الله يرحمها حفيت ورا ابويا 25 سنه عشان يوريها بس صوره جوازهم خاف يوريها لها لحسن تشوف نفسها وهي مو ازاي جالها سكته قلبيه تقول لي صوره بس انت غلطان ومن حقها تزعل صح شفت يا عمور كده ليها حق تغلطني كده يبقى انا عليا واحد مستيك انت ما بترديش عليا خالص على الموبايل اتكلمها اقول لها ان كارت الميموري بتاعي فيروس وكان لازم انقل كل حاجه عليه على اللابتوب بتاعي بجد انا فورت يا عمو ما تكلمها بقى يا عمو بيقول لك الراجل فورت مش فاهم خافش مش كده يا عمور بقى الله لما صاحبك يكون فورت لازم تديله بالشنطه الله ما الراجل يعني شوف له حل للاستيك بتاعه دوت وبعدين الراجل هيجيله انشكاح في الرياح بليز يا عمرو يا ميدو قطعت قلبي بس انا والله كبرت على الحوارات دي معلش يا عمرو ساعده عشان خاطر طب يلا هات لي نمرتها ايه ده انت مسحت نمرتها من عندك اوعى تقولها لحسن تزعل يا سلام على الاخلاص كلمها يا عمرو جنوبك ثواب بدل ما الواد هيقع مننا ويجي له هبوط في الزعبور انت مأمن على الزعبور انسى هلو ايوه جميل يا بنت الايه لسه فاكرني وانا اللي قلت خلاص من لقى احبابه نسي اصحابه ايه مفيش احبابه يعني افهم من كده ان خلاص نركب خيل امتى قشطه يلا بينا لا بقى والله انت اكتر حبيبي لا ازاي انا اللي كنت فاكر ان في احبابه يعني مفيش احبابه خالص طيب اوكي يلا على التليفونات سلام يا جميل يعني ايه I'm very sorry ميدو طب ممكن اجي اركب معاكو خيل ما ينفعش تروح تركب خيل انت راجل صاحب مرض ولازم ترتاح وبعدين ما هي قالت مفيش احبابه وفي دلوقتي اصحابه بس ها قلت لي امتى هنروح نركب خيل يا سلام ده ايه الهدوء ده او كده الواحد يعرف ينام عشان الشغل الصبح وقبل كده ما كنتش بتعرف تنام يا رشاد هو كان في اي حاجه في الدنيا ممكن تقلقك طب تصدق كل يوم الصبح وانا بصحيك بحط ايدي على قلبي اصل شكلك مش بتبقى نايم يعني بتبقى كأن السر الالهي طلع نام قدري عم رشاد
احنا كان لازم ننقل اوضه شريف دي جنب الباب مش جنبنا. انت قالي بصحيك لحد دلوقتي؟ لو سمحت عايز اخد شاور. وانت شايفني نايم في الحمام ولا ناقص عميك ده اللي فاضل؟ ممكن تولع لي السخان عشان انا بعرفش انام الا لما اخد دش سخن. طيب بص، هو في ايه؟ زرارين، واحد احمر واحد اخضر. مالهم؟ ماليش دعوه بيهم خالص. في مفتاح كبير بقى. ماليش دعوه بيه برضه. لا ده ترفعه هتلاقي السخان اشتغل والنور الاحمر نور. ما انا عارف بس انا مش طايق المفتاح. طيب اخلي شريف يصحى ويشغله لك. شريف نايم وانا مش عايزه اصحيه. وهو انا يعني اللي صحي؟ ده انا تعبان طول النهار. انا لو قمت لك هغرقك في البانيو. امشي من قدامي. هموت. حرام عليك، ساعة بتتكلم معاه هي اللي نايمة جنبك دي مش مراتك؟ مش صعبان عليك وانا مخدة؟ ولا تفرق معاك. تفرق معاك في ايه؟ صعبان عليك قوي. ما تقوم انت تولع له السخان، ساعة محاضرة في الزراير في ايه؟ ما تقوم له انت. قوم له ايه؟ وانا برضو عايز انام. الصباح رباح بقى. الدش قال مش ممكن. طب يموت مش بينام. انت مين؟ عايز ايه؟ عند حضرتك عصاية طويلة؟ عن؟ استنى. زي دي؟ هدي له عصاية ولا لا؟ هدي له عصاية بس هيكلني. هدي له عصاية. عايز حاجة تاني؟ مش هي دي المشكلة. المشكلة فعلا ان لا فرح بتحب الموسيقى ولا انا بحب الرسم. تعرفي يا ليلى، انا كنت بشتري اللوحات بتاعتها من الكلية وانا معيش ولا مليم، بس كل ده كنت بعمله عشان ارفع من روحها المعنوية. وكل مره كنت بحاول افهم اللوحات دي نفسها تقول لي فيها ايه او نفسها توصل لي معلومه معينه، ما فهمش حاجه. ده في لوحه قعدت متعلقه في اوضتي سنه، ووقت ما حسيت ان انا ولفت على اللوحه وابتديت افهم اللوحه نفسها تقول لي ايه، اتضح ان انا معلقه بالمشقلوب. هي دي فعلا مشكله يا يوسف. انت تعرف لو فرحت شدت لك هتحب الموسيقى بتاعتك وهتحب الموسيقى، اصل ما فيش حد مش بيحب الموسيقى. يا يوسف مش دي المشكلة، يعني إذا كانت هي صعيبة في موضوع الرسم أنت أصعب في موضوع المزيكا، إذا كان اللي بنطفحه لنا هناك ده مزيكا يعني. تقصدي إيه يعني؟ أمال الجمهور اللي أنت شايفاه في الكافيه ده يعتبر إيه؟ وماجدة ملمعة الأوتار، ده أنا بعزف أحسن واحد فيك يا مصر. خلاص اقعد بس يا يوسف. أمال لو قلت لك كمان إني بكتب شعر وأغاني وبرقص، ده أنا بصمم أزياء. لا دي كده خربت خالص. يوسف انت فعلا بتكتب اغاني؟ ايوه فعلا بكتب اغاني، ولحد دلوقتي مش عارف اقول لها. بصراحه مش هي اللي لازم تقول لها، انت لازم تقول لشريف عشان يعرفك اكتر. هو ليه كل هدومك سودا كده يا فرح؟ ده تعبير عن المشاعر.
الحياه فانيه يا ابني. هو انت تعرفي مين اللي ساكن جنبنا؟ لا ليه؟ اصل في عفريت ساكن جنبنا. بص يا شريف، انا ماليش اختلاط باي حد من سكان العماره، بس اللي اقدر اقوله لك ان انا والشريف واحنا صغيرين في مره كنا بنلعب في العماره، فالشريف خبط الكوره بتاعته في الباب بتاع الراجل اللي جنبنا ده، فالراجل فجاه طلع وفتح الباب وزعق جامد قوي، بس احنا ما لقيناش حاجه غير دخان ابيض كتير قوي بيخرج من الباب، هو ده اللي احنا شفناه. وبعدين لقينا راجل طويل جدا وشكله غريب قوي وبيخوف وماسك عصايه طويله. عارفه عارفه. وبعدين خرج قال لنا مين اللي خبط على الباب؟ طبعا انت عارف اخوك شريف، مفيش اشجع منه. قالتي؟ لا يا ريت، هو اصلا كان موجود ده هرب على طول. وبعدين بقى خرج وراح باصص لي هو عيني جدا كده وراح قايل لي عايزه ايه؟ وقلت له ايه؟ وانا لحقت اقول له حاجه، انا لقيت عنده حاجات كده بتجري ولابسه ابيض في اسود، وسمعت صوت صريخ وسويت. وبعدين خرج لي وراح قايل لي عارفه لو شفتك هنا تاني انت عارفه هيجرالك ايه؟ ها وبعدين؟ وبعدين ايه؟ عمل فيك ايه يعني؟ يعني هيعمل فيا ايه؟ ما عملش حاجه طبعا. طب كان لابس ايه؟ عارف الراجل اللي هو بتاع منبه يا معلمي منبه بتاع فيلم اسماعيل ياسين؟ ايوه ايوه، هو كان لابس زيه بالظبط. حنوتي لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا مهلوك بالراحه. شريف خد الحاجات دي ارميها بره في الباسكت. بلاش دلوقتي. شريف اسمع الكلام، تعالى ارمي الحاجات بره في الباسكت. او مامي او مامي مامي فلو او انا مهلوك بالراحه، مش عايزه يخش الاوضه متكسر. هتفرق ايه؟ ما هو كده ميت وكده ميت. ازاي؟ ايه رايك؟ شكله جميل؟ الله اعلم، ربنا يرحمه. هو الحنوتي ده بيعمل ايه؟ تاني ايه بيعمل ايه؟ مش فاهم. يعني وظيفته ايه؟ وظيفته بياخد الميتين يدفنهم. وهو لازم يدفن وهو سليم؟ لا. بياخد الجثة ويقطعها حتت 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 حتت. ده سؤال ده؟ قصدي يعني وهو متشال ممكن يتخبط شمال يمين، ايدي تتكسر، دراعي يتكسر، رجلي تتكسر. متهيألي يا شريف هو بيبقى ميت مش بيعرف يقول. هو بيدفن الميتين فين؟ تفتكر فين؟ بيت الحنوتي؟ بيت العز يا بيتنا. بابا الباب قابلني وانا طالع وقال لي فكر حضرتك بفلوس المية. يا سلام، لما بقيت السكان يدفعوا ولا انا لازم ادفع اول واحد؟ مش فاهمة، هو الراجل اللي جنبنا ده مش هيدفع؟ هو عايش كده وخلاص؟ ده حنوتي، هو ده هيدفع حاجة؟ ساتر يا رب. ده مين اللي ظابط نفسه على ميعاد الاكل ده؟ سبحان الله، الراجل طالع واكل نازل واكل زي المنشار، ويجي عند العشره جنيه بتاعت الميه دي ويحرن. شوف بياخد كام على الراس ده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا يا يوسف، تعالى حماتك بتحبك. معلش انا اسف على الازعاج، بس انبوبه البوتاجاز فديت وما لحقتش اسخن الغدا، لو ممكن يعني احط الحله الزغنطوطه دي عندكم ان ما كانش فيها قلق. لا طبعا حضرتك تحت امرك. اتفضلي. مين حضرتك؟ أنا ده يوسف اللي قلتلك عليها فدوى، اللي مجر الاوضه اللي فوق السطوح. يوسف انا اسفه مش واخده بالي. طب اتفضل اتفضل. تعالى كل يا يوسف. خلاص من غير ما تتكوا عليا. وحد جه جنبك؟
جميل انت، ربنا يخليه لكم. عامل ايه فوق يعني؟ الحمد لله يا عمي، كفايه وقفت حضرتك معايا. عمك مين يا حبيبي؟ انت جاي تخطب عمك ايه؟ استاذ يوسف، ده الاكل اللي انت عايز تسخنه؟ بطاطساير؟ معلش بقى انت بس مخفف شويه اليومين دول. ما هو واضح طبعا انك مخفف. ايه بقسمها له بقى على يومين بما انك مخفف. برافو عليك، انا فعلا محتاجاك الفتره اللي جايه رشيق، عشان جلساتنا مع بعض فوق السطوح بقى تبقى مثمره. رشيق اكتر من كده؟ ثانيه واحده، جلستك تبقى مثمره ايه؟ انت يا بنت اللي بيطلعك فوق السطوح. لا ابدا يا ابني، عيب كده. ايه يعني ما انت بتطلع فوق السطوح كل يوم؟ حد كان قال لك حاجه يعني؟ انا حر اطلع فوق السطوح زي ما انا عايز، لما انت تطلع فوق السطوح تعملي ايه؟ يا جماعه اهدوا، مش كده، صلوا على النبي. عايز السلام، ما تنشغلش انت بيهم، كمل اكلك. بقولك ايه يا بنت، اخر مره اسمع انك طلعتي فوق السطوح تاني، فاهمه ولا لا؟ ما تتكلم يا بابا. انت ايه يا ابني بس اللي مضايقك من طلوعها فوق السطوح؟ على الاقل انا بطلع فوق السطوح بشتغل، مش بطلع زي ناس تانيه بتعمل حاجات تانيه. تشتغلي تشتغلي ان شاء الله. لا لا لا، تعالي لي هنا بقى وقول لي انت بتعمل ايه صحيح فوق السطوح. يا بابا انت بتتكلم معانا وسايبها هي. يا جماعه ما تهدوا بقى، ما تشغلش بالك بيهم، ركز انت في اللي بتعمله. هو انتوا بتطلعوا تعملوا ايه في السطوح؟ بترسم يا حبيبي، بتشوف شغلها ومستقبلها. شفت ازاي؟ مش زيك، ما انت اتخرج ولا بتشتغل ولا اي حاجه. انت ايه رايك تشتغل عند جارنا ده تاخد 10 جنيه على الراس؟ انتوا ازاي كنتوا في السطوح بتعملوا ايه؟ وانتوا فاكرين اللي الفلوس في الشارع؟ ازاي عايز تروح باليونيفورم؟ اصل البنطلون بتاعي اتقطع النهارده وبس، مفيش حد مقاسي، فمعلش انا هحافظ لك عليه، هحافظ لك عليه. هتحافظ لي عليه؟ هتحافظ لي عليه؟ انت بتحافظ عليه هنا، ما هتروح تحافظ عليه في بيتكم. على العموم انا هبات النهارده مع يوسف، اصل انت عارف ان احنا عندنا حالة وفاة في البيت، وانت عارف شغلانة ابويا بقى. ابوك؟ هو ابوك من اللي بيودي الناس ما بيرجعوش؟ يا نهار اسود، انت بتفاول عليا؟ عايز تموتني؟ بعيد بعيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحاجات اللي انت عمال تعملها دي؟ يعني انا نازل جاي متاخر عشان احضر حاجتي من بدري، الاقي خناقه هنا في الكافيه وخناقه في البيت، هروح انا فين انا بعد كده؟ طبعا الوقت مش ساعفك، ما انت تغمز دي شويه وتبربش لي دي شويه. عامل لي فيها عبد الحليم حافظ سيادتك؟ انا ما اسمح لكش. ثانيا، من بكره الكافيه ده كله هتلاقي مليان زباين، عارف ليه؟ اولا عشان انا بعزف فيه، ثانيا معايا الكونتر بوس بتاعي حبيبي، ثالثا مجود مش هتسيب حضني. ماشي يا سيرومي، واما نشوف هو حد يكره. وانت انت تخليك هنا ما تتحركش، راح فين؟ لغايه ما ابوك يخلص الشغلانه بتاعته يبقى يبعت لك هدوم تانيه. انت هتبات هنا في الكافيه وانا هقفل عليك من بره لغايه الصبح، انت فاهم ولا لا؟ الله يخرب بيتك. صحيح هتشتغل مع الراجل اللي ساكن قدامنا ده؟ انت ايه رايك؟ ما هو على الاقل لما اجي اتقدم لليله هنوفر. هتتجوزها لما تموت؟ ايه ده؟ انت هتهزر؟ ما في شغلات كتير، اشمعنى الشغلانه دي يعني؟ يا ابني لو اي حاجه تجيب لي فلوس وخلاص، وانا الاقي. انا خايف ما تشتغل اي شغلانه تانية. يا ابني انت صدقت؟ الشغلانه دي شغلانه معينه جدا، عايزه ناس مخصوصه وشكل معين بلبس معين، مش اي حد كده ممكن يشتغلها. وبعدين بابا كان بيهزر معاك، انت خايف من ايه؟ كل اللي انت بتقوله ده مرعب، انت ما شفتش الراجل شكله عامل ازاي؟ طب انا زهقت منك ويعني ومش عارف اعمل اي حاجه تانية، فانت لو ما نمتش هروح اجيب لك راجل ينامك. صباح الخير، ازيك؟ مالكش دعوه، لعلمك بقى انا ما بخافش منك، مش عشان انت مش عشان انا طلبت منك عصايه انت هتخوفني بيها، لعلمك بقى انا ما بخافش من عفاريت. عصايه ايه وعفاريت ايه يا ابني؟ خد. عمرو رشاد انت قدام. ايه يا ابني مالك، في ايه؟ خد دي فلوس الميه، اديها للاستاذ رشاد، دول 10 جنيه.
دي الفلوس بتاعت الميت اللي انت دفنته امبارح. ميت ايه اللي انا دفنته؟ انت عايز تثبتني تهمه؟ وكمان عايز شريف يشتغل معاك حنوتي عشان يدفن في اوضتنا وانا ما لاقيش مكان انام فيه. انا فاهم كل حاجه. لا بقى ما انتش فاهم اي حاجه. مين اللي قال لك ان انا بشتغل حنوتي؟ مش ده اللبس بتاع منبة يا معلم؟ منبة اللي كان لابسه اسماعيل ياسين؟ انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ منبة ايه على الصوت؟ انت قصدك يعني اللبس ده ده لبس الحنوتي اللي كان في الفيلم؟ لا انا بقى بشتغل مأذون مش حنوتي. وبيعمل ايه بقى المأذون ده في الميتين؟ ولا ليه اي علاقة. المأذون بيجوز الناس. وايه القصة اللي انت دخلتها بقى عندك امبارح دي في الصندوق؟ حد بيدخل جثة في صندوق ليه؟ عندي فرع مسرح زينهم. هو اللي مات اسمه زينهم؟ زينهم مين يا ابني اللي مات؟ مفيش حد مات خالص. امال انت بتعمل ايه؟ مش قلت لك ان انا بشتغل مأذون؟ هشرحها لك. بيجيلي واحد حلو كده شاب مؤدب مع شابة كده محترمة ومعاهم عيلتهم. ماشي؟ اروح انا واخد ايد ابو العروسه حاططها في ايد ابو العريس وحاطط عليهم منديل ونقرا الفاتحه على روحهم. روحهم ايه يا ابني؟ انا مش فضيله. ادي الظرف ده للاستاذ عصام. فاهم يا عيني؟ ظلمنا عمو المأذون. يعني فرح بتقول لي ان هو حنوتي والراجل طلع بيبيع مناديل. فدوه انا طالعه على السطح ارسم. ارسمي يا كدابه. نبشي الفراخ اللي بتعمليه ده بتسميه رسم؟ سطوح تاني؟ لا الواد ده لازم يتضرب بقى. كركديه بتفيف الزمالك وجايب لي تلج من اللي بيتباع في الثلاجات اللي بتبيع الحاجه الساقعه في الشارع. شايف ايه ما انت شايف؟ جاهز يا عم الحاج. وبعدين والله دي كانت فكره صبري. هو اللي قال لي عاوزين نجيب نار جديد من الزباين. حد قال لك ان عايز اقلبها قهوه بلدي؟ ومالها القهوه البلدي يا عم الحاج؟ مالها القهوه البلدي وانت طايل؟ ليه يا عم الحاج انت وتعمل الكوبايه تبيعها ب 30 جنيه ليه؟ 30 جنيه؟ ما شفت تذكره التذكره. اسفي اسفي. ومعاه سندوتشين وبطاطستين. استنى يا عم انا كنت اللي بقول لك حاجه تضرب عليها ليه؟ في ايه يا عم الحاج؟ وهم خارجين هنديهم طقم كوبايات مجانا. كمل كمل. خلاص يلا كتير. انا عارف النوع ده كويس. ده من النوع سوبر ستايل حكير اللي عمره ما يعرف واجباته تجاه المجتمع والناس. عندي تومه. ايوه اديله جامد. خليه يبخبخ. خليه ببطنه. تعمل له ايه؟ هتضربه؟ خليه يضرب بعيد عن وشه ولا رجلي عايز يعمل بكره. والنبي 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 هو في بكره؟ الكلام ده في المشمش. شكرا يا استاذ مغاوري. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. اهلا وسهلا بيك في الكافيه في اي وقت. وليك مني كوبايه شاي وازازه ميه صغيره هديه من الكافيه. اوه تترحم من الحساب شويه. يا راجل بعد التخفي والشاكه دي كلها وتنفيذ الوقت تقول لي كوبايه ميه وشاي؟ احب اقول لك حاجه. انت جاي على شعرك قوي كده ليه؟ ها؟ انا هقول لك شكرا؟ على فكره البرستيج انت اكيد اتشرفت. ها؟ انا حصل لي الشنبك الشرف الكبير. بكره استنوا حكايه جديده وشوفوا قرينه هيعمل ايه. نفسه يقول له فرصه سعيده.